ليسوا في هذه الطوابير الطويلة ترفاً ولم يختاروا الوقوف فيها عبثاً، فجميعهم هنا ومنذ عام بدون رواتب أو مصادر رزق تعينهم على الحياة في هذه المدينة المحاصرة. بدء عملية صرف مرتب شهر واحد للموظفين في تعز بعد أشهر من الاحتجاجات المستمرة هو السبب وراء هذا الاكتظاظ. جينا هنا نطوبر من الصباح نطوبر عشان نلاقي راتب واحد، ولنا سنة من غير رواتب. بيوت طبعا مشردين من البيوت، لا إغاثات، القذائف لا فوقنا، وبالنهاية يجيبوا لنا راتب واحد. ليش احنا نطالب بحقوقنا؟ ما نطالبش بحاجة من حق أحد، يعني يساوونا بالمناطق المحررة اللي يجيبوا لهم رواتب شهريا، ونحن المفروض تعز أغلبها محررة، ليش ما يجيبوا لناش رواتبنا زي بقية المحافظات؟ أنا أوجه هذا الأمر لا عند رئيس الجمهورية ولا عند كل مسؤول، ونحن نقول احنا بذمتهم من اليوم ليوم الدين، أطفالنا جائعين، احنا جالسين يعني معلم بالحال الله، اللي شبعان مش حاسس بحالة الجيعان. يوم جوع وساعة عطش هو الفرق كما قيل سابقا بين الأغنياء والفقراء، وهو الجوع والعطش ما بات رفيق يوميات أغلب الموظفين وأسرهم اليوم، وهو سوء الحال وقلة الحيلة أيضا ما دفعت هؤلاء إلى الاستبشار براتب شهر واحد فقط، راتب واحد لن يقضي دينا ولن يكفي بيتا كما يقولون. نرجو من الحكومة أن تنتفي باستكمال مرتبات الموظفين للأشهر السابقة، أما أن يتم صرف راتب شهر واحد أو راتب شهرين فهذا غير معقول، ولا يمكن أن يكفي الموظف وعليك كثرة الديون من سابقا، فنرجو منهم أن يستكملوا إجراء صرف بقية المرتبات. صرف الرواتب على قلتها فرحة لأبناء تعز لم تخل من المناغصات، فبحسب مصرف الكريمي فإن مرتبات الموظفين تم إيصالها من قبل المالية والمحافظة إلى المدينة فقط، ما يعني أن المصرف لا يمكنه الصرف خارجها. الفروع في الحوبان والراهدة وهجدة والبرح لن تتمكن من توفير خدمة صرف المرتبات إلا بموافقة من جميع الأطراف على آلية لنقل جزء من السيولة إليها بحسب المصرف. في تعز تحتشد أوجاع المواطنين باستمرار حرب الميليشيا على المدينة، فإن نجا أبناؤها من قذائف وصواريخ الإنقلابيين من سينقذهم من الموت جوعاً؟